هاي. منتصف فبراير 2022 افتتح جي بي مورغان ردهة له في مول ميتا جوكو الواقع في دي سنترلاند، عنوان لن تستطيع الوصول إليه بالعربة أو حتى بالطائرة، فالفرع الجديد لا وجود له على أرض الواقع، إنه ببساطة يقع في الميتافيرس. وأكبر مصرف أمريكي اختار الريادة في هذا المجال استنادا إلى قناعته بأن العالم الافتراضي سيشكل فرصة سوقية قيمتها تريليون دولار سنويا في الأعوام المقبلة. العوالم الافتراضية تقع تحت مظلة التطبيقات اللامركزية Decentralized Apps التي تستند إلى عالم البلوكتشين وتشكل أحد آفاقه المستقبلية الواعدة. فهل يمثل الميتافيرس التطور الطبيعي للإنترنت؟ وهل يستند إلى اقتصاد افتراضي متكامل؟ وكيف يتجاوز حدود الألعاب والترفيه والرياضة إلى فضاءات التدريب والعمل الصناعي والإدارة الحكومية؟ كل هذا وأكثر في العمق معي أنا زينة صوفان. قد يكون جي بي مورغان أول مصرف يطرق عالم الميتافيرس، لكن علامات تجارية كبرى في عالم الترفيه والتجزئة سبقته إلى هناك، وولمارت، ديزني، نايكي، بضعة أسماء في اللائحة. اللائحة التي باتت تضم لاعبين حكوميين أيضاً. كوريا الجنوبية أعلنت قبل بضعة أيام عزمها الاستثمار في صناعة الميتافيرس، بينما عاصمتها سيول تبني منصة تتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمة الحكومية بشكل افتراضي. ميتا تعني الما وراء، وفيرس اختصار يونيفيرس، والميتافيرس هو ما وراء العالم، أي هو العالم الموازي الذي كان حاضرا كفكرة دوما في أفلام وقصص الخيال العلمي، ومن ثم في عالم الجيمينج أو الألعاب الإلكترونية. لكن التطور الذي شهدته نواحي تكنولوجية عدة، سواء لجهة تقنيات الواقع المعظم والواقع الافتراضي من جهة، وتقدم تقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة والرموز القابلة للاستبدال من جهة أخرى، منح هذا العالم مقاومات جذب كبيرة لما يقدمه من تجارب شديدة الالتصاق بالواقع دون أن تكون على أرضه. وبحسب شركة الأبحاث التكنولوجية غارتنر، فإن الميتافيرس هو أحد أهم التوجهات التكنولوجية الحالية، ولهذا فإن الإنفاق في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وهما من دعائم هذا العالم، من شأنه أن يرتفع من 12 مليار دولار في 2020 إلى قرابة 73 مليار دولار في 2024. وهذا يفسر تسابق قادة التجزئة والفنون والألعاب وقطاعات كثيرة لمحاولة استشراف طرق الدخول إلى هذا العالم ولعب دور مؤثر فيه. وترى شركة البيانات ستاتيستا أن حجم سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط ستبلغ 300 مليار دولار في عام 2024، في حين سترتفع قيمة الميتافيرس إلى 800 مليار دولار، مسجلة نمواً مذهلاً من 47 مليار دولار في 2020. ولا أدل على الاهتمام المتعاظم بعالم الميتافيرس من حقائق أشار إليها تقرير صدر الشهر الماضي عن الشركة الاستشارية العالمية الرائدة ماكنزي. فبحسب التقرير، سجل البحث عن مصطلح ميتافيرس على الإنترنت نمواً نسبته 7200% عام 2021، نفس العام الذي استقطبت خلاله شركات متعلقة بالميتافيرس أكثر من 10 مليار دولار، وهو أكثر من الضعف مقارنة بتمويل العام الأسبق. كما أن 2021 شهد اختبار عدد من الأعمال لشهية عملائهم الافتراضية. علامة الرفاهية جوتشي استقطبت خلال أسبوعين قرابة 20 مليون زائر إلى نسختها الافتراضية من متحف حدائق جوتشي، والتي أطلقتها على ميتافيرس روبلوكس. البلوكتشين هو السجادة التي يفترشها الميتافيرس عبر تطبيقات لا مركزية تتحدث لغته البرمجية التشفيرية. من أشهر تطبيقات العالم الافتراضي اليوم على سبيل المثال لا الحصر، ديسنترلاند وروبلوكس وساند بوكس وهايبرفيرس وسومنيوم.
في هذه العوالم ستستطيع أنت خوض تجارب شبيهة بالتجارب الحياتية عبر الأفاتار الخاص بك. ستتعرف على أصدقاء جدد وربما تلتحق بجامعات افتراضية، أو لعلك تلبي شغفك الفني بزيارة المعارض لتقتني أعمالاً رقمية بصيغة الـ NFTs. لعلك في هذا العالم تختار يوماً ما العمل الحر، فتشتري قطعة أرض تخصصها للحفلات الكبيرة، تتعاقد مع أحد المغنين الحقيقيين ليغني في الحفلة عبر الأفاتار الخاص به، وستبيع تذاكر الحفلات. وقد أشتري أنا تذكرة كي أحضر عبر الأفاتار الخاص بي، وقد أختار ارتداء فستان رقمي من تصميم دولشي أند جابانا أو إلي سعد، كان أعجبني خلال أسبوع الموضة الذي انطلقت نسخته الأولى في 24 من مارس الماضي في ديسنترالاند. ماذا كنت أفعل هناك؟ كنت أدير في المؤتمر الافتراضي لأسبوع الموضة جلسة حوارية حول مستقبل التجارة الإلكترونية. حدود العالم الافتراضي إذن تتجاوز سمعته في مجال الألعاب الإلكترونية إلى عالم الفنون والحفلات الموسيقية والرياضة. هذه لقطات من كونسرت مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بالتعاون مع لعبة فورتنايت في عز جائحة كورونا. أكثر من 27 مليون شخص حضروا ذاك الحفل. وهذا مانشستر سيتي يبني في الميتافيرس النسخة الافتراضية لاستاد الاتحاد الواقع في مانشستر ليكون أول مدرج كرة قدم افتراضي يتيح لعشاق النادي الإنجليزي حضور مبارياته الحية والمسجلة. وللميتافيرس تطبيقات أوسع، لا سيما في مجال التدريب الطبي وتقديم العون للجراحين في غرف العمليات، كذلك في المجال العسكري عبر دمج التكنولوجيا في خوذات الجند من أجل فهم أدق لمواقع الأعداء وخططهم. ناهيك عن الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه العالم الافتراضي في مجال التسويق لعقارات ومشاريع العالم الفعلي، وكذلك في مجال التدريب وتبادل الخبرات على امتداد القطاع الصناعي. قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تكون حاضراً في العوالم الافتراضية، أقترح عليك زيارة أحدها. وهنا يضع الخبراء ديسنترالاند في قائمة العوالم الملائمة للمبتدئين. تأسست ديسنترالاند في فبراير من عام 2020 حين انطلقت على شبكة الإيثيريوم بعد 3 أعوام من جمعها تمويلاً بقيمة 24 مليون دولار أمريكي خلال طرح أولي لمليار و200 مليون مانا، وهو اسم عملة المشروع. على فكرة العملة التي طرحت بسعر 2 سنت تتداول اليوم في حدود الدولار، بعد أن هبطت بحدة من مستوى الدولارين وربع الدولار خلال السقوط الأخير في أسواق الكريبتو. ديسنترالاند اللامركزية يحكمها أهلها، أي حملة رموزها من عملات وأراضي وغيرها، لأن الجهة التي أطلقتها هي بمثابة مؤسسة غير ربحية راعية فقط للمشروع، أما أصحاب العالم الفعليون فهم حملة عملته وأصوله. هذه الأصول يتم شراؤها عبر عقود ذكية على شبكة الإيثيريوم. ديسنترالاند تسمح لك بالزيارة كضيف يستطيع التجول دون أن يستطيع تملك الأصول، فإن أردت التجربة الكاملة لاحقاً سيكون لزاماً عليك الدخول بمحفظة مشفرة كمحفظة الميتاماسك التي يمكن إنشاؤها بسهولة في ديسنترالاند. فور دخولك الميتافيرس كزائر ستستطيع تصميم الأفاتار الخاص بك، والذي سيتجول في ساحات هذا العالم الفتي ويختلط مع آخرين هناك. يقتصر عدد زوار ديسنترالاند يومياً الآن على 18 ألف زائر يتفاعلون مع التجارب الافتراضية المتعددة التي يقدمها. لابد وأنك تشعر بأنني أتحدث عن جيم إن كنت من هواة الجيمينج، صحيح، لكن الفارق هو أنك حين تتوقف عن اللعب في الجيم يمكن أن تعود وتكمل من حيث توقفت. لكن في الميتافيرس الحياة تستمر، والحفلة أو المحاضرة التي تعذر عليك حضورها ستنقضي كما في العالم الحقيقي. حين تغيب عن الميتافيرس وتعود ستجد أن أبنية جديدة قد شيدت، وأن شركات أكثر قامت بافتتاح مقرات لها، وأن أسعار بعض الأراضي قد ارتفعت بشكل كبير أو ربما تراجعت. بالمناسبة أغلى قطعة أرض افتراضية في ديسنترالاند بيعت ب2,420,000 دولار في منطقة شارع الموضة في ديسمبر من عام 2021.
عالم الميتافيرس الجديد لا يأتي من دون حزمة تحديات خاصة به، تقع في صدارتها إشكالية الارتباط بين العوالم المختلفة وبالتالي الانتقال من عالم إلى آخر. هل ستحتاج لأفاتار مختلف في كل مرة؟ معدات مختلفة؟ محافظ مختلفة؟ إحدى الأفكار قيد التداول هي مظلة كبيرة تنضوي تحتها العوالم المتعددة، لكن كل الأفكار المطروحة تفترض تشكيل وحدات قياس خاصة بهذا العالم، إضافة إلى توافق بين جموع المطورين على توزيع أدوار إدارته. أما التحدي الثاني فيتعلق بموضوع الأمن السبراني. من هي شرطة هذا العالم؟ ومن المتعهد بحفظ كم بياناتك الهائلة فيه؟ بالأمس القريب قرأت عن باحثة دخلت هورايزن، وهو العالم الافتراضي لميتا أو فيسبوك، للعمل على بحث ما، فإذا بالأفاتار الخاص بها يتعرض للاغتصاب فيسبوك تحقق حالياً في الواقعة. وأخيراً وليس آخراً يأتي تحدي المواد الأولية التي تشكل وقود هذا العالم التكنولوجي، بدءاً من المعادن النادرة الداخلة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، وصولاً إلى إمدادات الطاقة القادرة على تأمين تشغيل مراكز البيانات على امتداده. نرى في العمق أنه قد يكون من المبكر حسم مستقبل العالم الافتراضي، لكنه لم يعد من المبكر التأمل في إمكانية خلق القيمة المضافة فيه بما يغني عالمنا الحقيقي، فالرواد الأوائل وحدهم سيقررون ما إذا كان العالم الجديد سيحمل النهضة لعالمنا القديم أم سيشكل ببساطة تذكرة الهروب الجماعي منه.